مقتل عنصر تابع لفصيل فيلق الرحمن بانفجار لغم مزروع في معسكر تابع للفيلق على أطراف مدينة عفرين بريف حلب الشمالية. خروج مظاهرات في معبر باب السلامة والعديد من بلدات ريف إدلب الشمالية أكدت على مبادئ الثورة وطالبت بإسقاط النظام، وتخلل بعضها هتافات ضد حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام. الائتلاف الوطني السوري يبدأ جلسة رسمية في اسطنبول مع سفراء وممثلي 13 دولة موصوفة بأنها أصدقاء الشعب السوري، بينهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول في الاتحاد الأوروبي. الأمم المتحدة تقول إن الأراضي السورية تشهد نموا في المحاصيل الزراعية في عام 2019 نظرا لغزارة الأمطار وتراجع حدة المعارك، وتؤكد انعدام الأمن الغذائي عن 6,500,000 شخص في سوريا. وزير الدفاع التركي خروسي أكاري يصرح حول المنطقة الآمنة في سوريا بأن الخطة هي بدء تسيير الدوليات المشتركة بين تركيا وأمريكا في 8 من شهر أيلول الجاري. الدنمارك تقول إنها تخوض محادثات مع حلفائها الأوروبيين بخصوص تنفيذ مهمة بحرية دولية في مضيق هرمز. شبكة يوتيوب تقول إنها أزالت نحو 100,000 فيديو وأكثر من 17,000 قناة و500 مليون تعليق يحتوي على خطاب الكراهية في الفترة بين نيسان وحزيران الفائتين.